اخواننا مثلا حزب النور خدوا اكثر من 8 مليون صوت. اي يعني احنا وصلنا قريب من 15 من 8 رقم رقم. فاذا اقتنع واحد زي الشيخ حازم مثلا رقم هيدخلوه اعاده. انت بتتكلم عن حاله. بس انا بدات حوار طويل معاهم فحكي لي برضه دلوقتي يعني هزيد جزء لسه مش هيدلوا مش هيدلوا صوتهم. لا هي المشكله مش في حازم، المشكله ان راسه متركبه انه لازم يكون اسلامي. يعني اقناعهم بغير حازم سهل، بس المهم انك انت تديله بديل اسلام، مش ان ما تدوش يعني بلاش حازم. ما فيش بديل اسلامي مناسب، ما فيش بديل اسلامي مناسب. ولكن هم طريقه تفكيرهم وما عندهمش افق واسع. فترة ما قبل 30 يونيو، هذه الثورة العظيمة اللي بيها الشعب المصري استرد وطنه مرة أخرى، ما قبل هذه الثورة وتحديدا بعد ثورة 25 من يناير 2011، وبدأت جماعة الإخوان إنها ترتب نفسها للسيطرة على الحكم. البعض بيرى في هذه الفترة إنه الإخوان استطاعت إنها تستخدم التيار الإسلامي كله لصفها، ثم حينما وصلت للحكم أطاحت بكل من ليس تابع لجماعة الإخوان. وفي مفترق الطرق ممكن تختلف مع التيار السلفي فكريا وحزب النور، لكن مفيش شك أنه في مفترق الطرق تحترم قرار حزب النور والجماعة السلفية اللي قررت أنها لا ترضخ لاستقطاب جماعة الإخوان اللي كان بتحاول تستخدم بعض القوة لتتصدى لإرادة الشعب المصري بشكل أو بآخر، إلا أنه كان قرار الجماعة السلفية بأنها تنضم إلى الشعب المصري للإطاحة بالجماعة الإرهابية من الحكم. كواليس ما قبل وأثناء الحكم وما بعد، ده اللي هنعرفه من ضيفي العزيز المهندس أشرف ثابت، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب النور سابقا. برحب بحضرتك معانا وشرفنا ومنورنا. أهلا أستاذ رامي، أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. قبل ما أبدأ ما قبل وما بعد، بس يعني النهاردة 29 يونيو، استحضر حضرتك اللحظات دي من 9 سنوات. غالبا كنت في اسكندرية تقريبا. اسكندرية يعني. في اسكندرية في 29 وقعدت يوم 30. يوم 30 كنت مع في قناة التحرير. وكيف تصف فترة ما قبل وصول الجماعة إلى السلطة؟ قبل 2011 يعني؟ لا قبل يعني ما يصبح انتخابات الرئاسة. قبل انتخابات الرئاسة. نعم. يعني حضرتك بتتكلم في الفترة من بعد ثورة 25 يناير. نعم. إلى الانتخابات 2012. البرلمانية ثم انتخابات الرئاسة. نعم. اولا بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا بنهنئ حضرتك والاسره الكريمه وشعب مصر والامه بغره ذي الحجه، اعاده الله على الامه بالخير واليمن والبركات، ونهنئ الشعب المصري بذكرى 30 يونيو. اولا الفتره بعد 25 يناير كان هناك رغبه يعني عارمه لدى المجتمع المصري والشعب المصري في احداث تغيير للوضع في البلاد، سواء كان نظام الحكم، البرلمان. ولذلك شهدت الانتخابات البرلمانيه يعني حضور مكثف جدا للشعب، وكان في تواجد اللجان كانت حاجه مظهر كان جميل جدا. واعتقد ان في الفتره ديت استطاع حزب الحريه والعداله اللي هو الممثل لتيار الاخوان الحصول على مقاعد حوالي 45% او 42%، وحزب النور حصل على 25%، وتبقى حوالي 25 اخرين او 26 تقاسمهم باقي الاحزاب او التيار المدني يعني. نعم. خلال فتره الانتخابات والاستعداد لها وضح ان هناك صراع كبير جدا بين التيار الاسلامي يعني حزب الحريه والعداله وحزب النور. والتيار المدني كان انقسم الى قسمين، يعني قسم تحالف مع حزب الحريه والعداله، وقسم اخر يعني نزل مستقل. وكان تقريبا في هذا التوقيت كان الحزب الابرز كان حزب المصريين الاحرار،
وكان متحالف مع الحزب المصري الديمقراطي، وكان هناك يعني حزب آخر تواجد في البرلمان، حزب المؤتمر. دي كانت الخريطة غالبا اللي نجحت في الانتخابات، ولكن يعني أفرز هذا الصراع الانتخابي صراع موجود واختلاف أثناء الانتخابات وما بعد الانتخابات في البرلمان. يعني ليس كما يظن كثير من الناس أن كان هناك تحالف بين حزب الحرية والعدالة والحزب النور، بل بالعكس كان هناك تنافس كبير جدا بين حزب النور ضد قائمة التحالف الوطني كان اسمها تقريبا، وكانت طبعا القدر الأكبر كان للحرية والعدالة الإخوان، ومتحالف معه بعض الأحزاب المدنية. وكانت حقيقة يعني انتخابات شرسة جدا. ويعني الملاحظ لما حدث أثناء الانتخاب هيعرف أن كان هناك يعني لم يكن هناك تحالف لا انتخابي، وبعد ذلك لم يكن هناك تحالف سياسي بين حزب النور وبين حزب الحرية والعدالة، ولكن كان هناك ربما في بعض الأحوال في بعض الأحيان كان هناك نوع من أنواع التنسيق الذي تم بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور، باعتبار أن الحزبين ربما لهم يعني قدر مشترك من المرجعية. قدر مشترك. قدر مشترك. لأنه الغير منتمي لهذا التيار بيرى أنه الفكر مش بس في قدر مشترك، إنما قد يكون في يعني في تقارب فكري شديد جدا. لا لا. إنما هذه المرحلة وصولا إلى فترة الاستعداد للانتخابات الرئاسية، هل كان في نفس مستوى التنسيق ما بين حزب النور والحرية والعدالة؟ لا ده بالعكس، ده حزب النور كان بيدعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وهو كان منافس قوي جدا للدكتور محمد مرسي، فكان اختيار حزب النور في المرحلة الأولى من الانتخابات تدعيم أو دعم عبد المنعم أبو الفتوح، ولكن حدث بعد ذلك دعم للدكتور محمد مرسي حينما كان في تنافس مع الفريق أحمد شفيق في المرحلة الإعادة. يعني باشمهندس أشرف، يمكن بعض الناس بيشوفوا انه يعني بعض الناس كانوا عارفين جماعة الاخوان وتاريخها عامل ازاي، فكانوا قلبا وقالبا مستحيل انهم يأيدوهم لا في انتخابات برلمانية او في انتخابات رئاسية، والبعض كان بالنسبة لهم بيظنوا انه الناس دي ممكن يكونوا بتاع ربنا، يمكن يديروا شؤون البلاد بما يرضي الله بشكل مختلف، واتصدموا اصحاب هذه هذا الفكر او هذه الرؤية. ايه اللحظة اللي حضراتكم كتيار سلفي بصفة عامة وحزب النور بصفة خاصة بدأتوا تشوفوا صدمات من طريقة فكر وطريقة تعامل جماعة الإخوان؟ بص حضرتك، يعني هو قبل الانتخابات الصدمة كانت موجودة على فكرة. يعني في قبل طبعا قبل الانتخابات الرئاسية ولا البرلمانية؟ البرلمانية. البرلمانية. قبل الانتخابات البرلمانية هو كان في صدمة جامدة جدا على نطاق المجتمع والدعاية الانتخابية، كان في حملة من التشويه الشرس جدا لحزب النور وتخويف للناس من حزب النور من حزب الحرية والعدالة. يعني أنا يعني بقول لحضرتك يعني وقائع أعلامها، يعني مش حاجة سامحها يعني. وقتها كان حتى وفضلت مستمرة دي بعد كده لغة انه يا جماعة حزب النور ده هو يعني صاحب الافكار التكفيرية والجماعات تبع ليه، وحزب النور يقول دول مش بتوعنا، دول اصلا طلعوا من يعني حاضنة جماعة الاخوان. فكان في تشويه كبير جدا. ثم بعد ذلك حدث برضو مفارقة كبيرة جدا في بعد أن ظهرت النتائج، وكان هناك تواصل مع حزب الحرية والعدالة لتوزيع اللجان. طب اسمح لي يعني أظن مقطع وعايز أحفظ بعض السنوات بقى إلى الأمام، أو مش سنوات كتير إنما حتى هبعد عن فترة حكم جماعة الإخوان اللي أقصوا فيها الجميع وحاولوا أن هم يأخونوا الدولة، إنما إيه اللي خلى التيار السلفي وحزب النور يقرر أنه يعني بالرغم من رؤية البعض أنه المسافة الفكرية ما بينه وبين جماعة الإخوان قد تكون أقرب من المسافة الفكرية ما بينه وما بين التيار الليبرالي، إنما في مفترق الطرق قرر حزب النور أنه أنا هقف مع المصريين
وهنطيح بجماعه الاخوان من الحكم. ايه السبب في ذلك؟ وهل وبكل صراحه لو كان هناك نوع من المستوى من التنسيق والمساحه اللي اعطتها جماعه الاخوان للتيار السلفي وحزب النور وبعض المناصب القياديه، هل كان هيبقى حزب النور والتيار السلفي موقفه هو؟ ده حدث بالفعل. يعني حضرتك في وزاره الدكتور هشام انزيل كان اختار الدكتور خالد عالم الدين، تواصل معاه ورشحه لوزاره البيئه. هو استاذ في كليه العلوم. حقيقه يعني انا كنت لما شفنا سمعنا الترشيحات اللي موجوده كان هناك اتفاق ان تكون الوزاره وزاره ممثله لجميع التيارات والاحزاب المصريه. ما تكونش يعني يا اما تجيبها تكنوقراط صرف، كلها تكنوقراط ليس لهم انتماءات سياسيه، او هتجيب وزاره لها انتماءات سياسيه يبقى في تنوع، يبقى في تنوع ممثله للاحزاب اللي موجوده. فلما جت عرضت الاسماء، وخالد كان على فكره كان موجود عند الدكتور هشام انزيل رئيس الوزراء ومستعد لحلف اليمين. فلما لقينا الاسماء كده كانت اتسربت الاسماء، وانا اللي تواصلت معاه بتكليف من حزب النور انه ينسحب وما يحلفش اليمين. فطبعا فوجئ الدكتور هشام انزيل انه هو يعني خالد بينسحب. فقال له ليه؟ قال والله يا حزب النور قال لي ان تنسحب من الوزاره ومش عايزين ممثل الوزاره. هو لو ما كانتش حقيبه وزاريه واحده، لو كانت عدد، لا ما انا جاي لك جاي لك جاي لك، هي كانت حقيبه وزاريه واحده. لا ما انا بقول ماذا لو لم تكن حقيبه وزاريه. ما انا جاي لحضرتك في الاجابه على النقطه ديت، يعني عشان اوضح حضرتك اجاوب على سؤال حضرتك. هشام الدكتور خالد عالم الدين قال له والله انا ممثل لحزب النور ولا استطيع ان انا استكمل. قال له طب انا جايبك عشان انت راجل تكنوقراط ومش عشان انت. قال له لا انا مش هقدر ان انا اتواجد. بعد ذلك حصل اتصال من احد القيادات الكبرى في مكتب الارشاد بالدكتور ياسر برهامي، قال له ممكن ندوكوا ثلاث اربع حقائب وزاريه بس نزودها يعني. بس هو المساله ما كانتش احنا كم وزاره، يعني ما واحد زي خمسه زي سته زي ثمانيه. في الاخر ان احنا شايفين الوضع الراهن والشارع لا يتحمل ان تكون هناك طياره وزاره تمثل تيار اسلامي بس، او ما يكونش ممثل فيها احنا باقي الاحزاب. احنا كنا يعني لنا قراءه مختلفه في الوضع السياسي بدايه يعني من فتره طويله جدا، فرفضنا الاشتراك في الوزاره. ده كان يعني وقع مهمه جدا في هذه المساله، واظن كان شبيه لها موضوع اللجان برضه، حينما لم يعني كان هناك اتجاه ان ما يكونش تكون اللجان مقسمه فقط بين حزب الحريه والعداله وحزب النور. اعتقد ان يعني اؤكد ان كان في هذا التوقيت احنا رفضنا الامر دوت، وطالبنا مطالبه حسيسه ب ان تكون كل الاحزاب ممثله. ممكن حضرتك تقول طب ما ده ايه اللي يثبت الكلام ده؟ هقول لحضرتك يعني انا حضرت بنفسي لقاء في حزب الوسط، وتم دعوه جميع الاحزاب الممثله في البرلمان 2012، كان حزب الوفد، والناس اللي كانوا ممثلين بتاعه ممثلين الحزب الوفد احياء يرزقون، الاستاذه مارجريت عازر، واللواء سفير نور، وكان في حد ثالث انا مش فاكره، كان الدكتور محمد ابو الغار. ولكن يعني ان حزب النور او السلفيين اول مره يتواجدوا في العمل السياسي، فكان في تخوف، الناس مش مصدقه ان ممكن يا جماعه تعالوا نقعدوا على الترابيزه. بعد قعدنا فعلا على الترابيزه بدون الحريه والعداله، تعالوا يا جماعه احنا دلوقتي 60% نوزع اللجان ونعتبر الكرسي الفاضي ده موجود في الحريه والعداله، وياخدوا نسبتهم. يعني مش هنجور على حد يعني. فلكن هي الناس كانت متشككه جدا، مش مصدقين ان حزب النور ممكن يقدم على هذه الخطوه او ان هو يقدم هذا الاقتراح. ولذلك يعني ايه الناس ما تفاعلتش معانا قوي، لان افتكروا ان ده مثلا فخ ولا حاجه يعني. طيب باشمهندس اشرف، يعني هل كان ولا يزال نفس السؤال بيطرح نفسه، هل التيار السلفي كله على قلب رجل واحد؟ لانه يمكن لا طبعا، يعني ده بيؤكد اكيد المشهد اللي حضرتك شفته في مؤسسه الاختيار 3. تيار تيار ده جواه فصائل. حزب النور فصيل من الفصائل اللي في التيار السلفي، ربما يكون حزب النور او هو فعلا الحزب الوحيد اللي هو يعني
أكثر تماسكا ومنظما وله قواعد موجودة. لكن ده تيار كبير جدا، في منه اللي كان بيؤيد حزب النور باعتباره ممثل للتيار السلفي، وكان في ساعتها أحزاب أخرى على فكرة بتمثل التيار السلفي، كان في حزب الأصالة، كان أكثر من حزب في البناء والتنمية بتاع الجماعة الإسلامية كان موجود، وفي سلفيين ممتنعين أو رافضين للعمل السياسي، وفي سلفيين شايفين أن الإخوان هم رجال المرحلة. طيب عندي سؤال في المنطقة دي، لكن اسمح لي هنشوف فضل. مشهد فضل. من مسلسل الاختيار ونرجع نكمل بكلام. تفضل. تفضل. احنا عارفين السلفيين كويس جدا اكثر من اي حد، لان احنا عارفينهم من قبل السجون واثناء السجون وبعد السجون، وعشنا معاهم في الفترات التي تستطيع من خلالها انك تعرف تفاصيل ما عندهم. هم ليسوا يدا واحده ولا جهه واحده، وقيادتهم لا تملك الامر الا على المجموعه اللي معاهم، وبالتالي اي اتفاق صلب معاهم لا تضمنه باي حد. حصل اسال اخوانا في الانتخابات يتفقوا اتفاق النهارده والصبح تلاقي مجموعه ثانيه. قلت له ثانيا ان هؤلاء كان لهم تصور ضيق في فهم الاسلام، اساءوا اليه والى انفسهم. أنا هنا عندي شقين عايز أسأل فيهم. اتفضل. رأي حضرتك في فكرة إن هم مش على قلب رجل واحد، اتفق معاهم على حاجة النهاردة هتلاقي فيه ناس مختلفة، وإنه المرشد الإخوان محمد بديع بيقول على إنه التيار السلفي عنده فهم ضيق للإسلام وأساء ليه. بص حضرتك، هو الخلاف الفكري مع الإخوان خلاف قديم جدا من السبعينات. صحيح. أنا مش عايز أقول لحضرتك يعني إن السلفيين أو الاتجاه السلفي نشأ من خلاف موجود حينما خرج الإخوان من السجون أيام عبد أنور السادات، وابتدوا إن هم لقوا في جماعة إسلامية ونشاط طلابي وتيار إسلامي موجود، فتقريبا سيطروا على كل الجامعات اللي موجودة ما عدا جامعات في الصعيد وجامعة إسكندرية. الصعيد نشأ فيها بقى الجماعة الإسلامية برموزها، وفي اسكندرية خرج مجموعة من الطلاب اللي كانوا معظمهم في كلية الطب اللي بقوا دلوقتي رموز كبيرة جدا في التيار السلفي، أنشأوا ما يسمى بالمدرسة السلفية. فالخلاف ده خلاف قديم جدا. نعم. وده مش كلام جديد، دي لسه بيتقال في المسلسل. بس يعني كنتوا عارفينه؟ طبعا كنتوا عارفين انه دي الطريقه اللي الاخوان بيشوفوا بيها السلفيين. طبعا. وده حاجه صوره مخففه، يعني صوره مخففه. طبعا يعني هناك ما تعلموا ان هو أسوأ. طبعا. وهل كنتوا حضراتكم تعلموا ايضا من المشاهد اللي كانت موجوده لما كان خيرت الشاطر بيتكلم على ان احنا زارعين ناس جوه التيار السلفي وكل المعلومات بتوصل لي، وانه في اللحظه اللي بحس فيها ان في معلومه ممكن تكون بتمثل خطر انا ببلغ عنهم الامن على طول؟ بص حضرتك، هو الموضوع دوت يعني ايه مش بالطريقه ديت، انا ممكن لو اوضحها لحضرتك، بس عايز اوضح النقطه اللي هي التيار السلفي مش ما انا على لسانه هو اللي هوضحها، يعني هو برضو ايه النقطه دي هم فاهمينها ازاي يعني. لكن فيما ان التيار الاسلامي التيار السلفي ليس على قلب رجل واحد، ده كلام حقيقي بدليل ان في سلفيين نزلوا في رابعه. نعم. الناس يعني، ولذلك في بعض الاعلاميين او في الصحافه في بعض الاصوات قالت ان حزب النور نزل في رابعه باعتبار ان في سلفيين لهم السمت السلفي. لا، على اعتبار ان حزب النور بيمثل التيار السلفي. ما هو بس مش يعني التيار السلفي مش كله كان بيقاد حزب النور، بدليل ان في ناس من التيار السلفي قبل الانتخابات البرلمانيه قالوا ان الاخوان رجال المرحله، ودلوقتي هم يعني ضمين بصورة كبيرة جدا مع الإخوان، وبعضهم موجود في تركيا. إيه اللي كان ممكن يخلي التيار السلفي أو حزب النور لا ينقلب على جماعة الإخوان ويقرر أنه ياخد صف الشعب المصري للإطاحة بالجماعة؟ لا بص حضرتك، لو هم احترموا اتفاقاتهم اللي كانت موجودة واللي هي كلها كانت في صالح الوطن يعني، ولو استمعوا للنصائح اللي موجودة مش من حزب النور بس على فكرة، برضو ده من الناس. ايه النصائح اللي حضراتكم في حزب النور تحديدا قلتها لهم قبل المرحلة اللي بدأوا فيها، او في المرحلة اللي بدأوا فيها توجسوا ان في خطر عليهم؟ احنا كان يعني شايفين ان كان في نقطتين مهمين جدا. النقطة الاولى في الحكومة نفسها تبقى يعني حكومة ائتلاف سياسي موجودة. حكومة الائتلاف السياسي ديت كان هيبقى لها مردود ان الناس بتولد عندها الشعور ان البناء في مشاركة حقيقية موجودة ومشاركة فعالة، وده كان هيجعل الوضع في الشارع المصري
في المجتمع اكثر هدوءا. زائد ان في برضو انا حقيقه يعني برضو يعني نقطه احب ان انا اوضحها، ان التيار المدني فيه كفاءات عاليه جدا وقويه جدا. ايه يعني ايه اللي يمنعني من ان هي تبقى موجوده ومشاركه، خاصه ان التيار الاسلامي لم يكن له تاريخ في الجهاز الاجهزه التنفيذيه في الحقائب الوزاريه؟ ما فيش. وكان ايه رد فعلهم على هذا الطرح؟ لا ما حصلش، بدليل ان الوزارات كلها حتى ده لا هو ما حصلش، ده احنا عارفينه. بس اقصد ان ممكن يبقى رد الفعل طيب ده مقترح كويس ممكن ندرسه او لا 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 احنا مش موافقين على الافكار دي. لا لا موافقين وده هيحصل وكده. لا ده كانوا في التزام. وبرده اجهزه الدوله نفسها قدموا لهم نصايح كبيره جدا. صحيح. اعتقد هم لو عملوا بيها، وده على خلاف الذي يشاع، لو استمعوا للنصائح اعتقد ان هم كانوا هيستمروا. ما الذي يشاع؟ لان ما اشيع بالنسبه لنا وشفناه في المسلسل ان في نصائح فعلا تقدمت لي. حقيقي انا حضرتها يعني، انا حضرتك كنت شاهد عليه. طبعا حضرتها. ويعني فخامه الرئيس نفسه السيسي قدم نصائح مهمه جدا مش للاخوان بس، للتيار الاسلامي كله. نعم. اعتقد ان هم لو كانوا حينما كان وزيرا للدفاع حينما كان مديرا للمخابرات الحربيه قبل ان يتولى مسؤوليه أيوة الدفاع. ايوه طبعا. قبل ان يتولى قدم نصائح، منها ان بلاش الرئاسه، كفايه البرلمان. واقول لك التعبير اللي قاله فخامه الرئيس يعني، قال له والله البرلمان ده اكله اهدموها كويس، بلاش الرئاسة وإلا هتستفرغوا كل اللي في بطنكم بعد كده. فكفاية عليكم، اتقنوا ومكنوا نفسكم. وأعتقد أنه كان بيتكلم بكل صدق يعني في الأمر ده، وأنا كنت حاضره على فكرة. مش برضو إيه، مش بنقل كلام سماعي. لا الرئيس يعني نصح التيار الإسلامي بحاجات كتيرة جدا. يعني أعتقد لو الناس التزموا بيها ما كانش هيبقى يعني كانوا هيستفيدوا وكانوا هيستمروا يعني. نعم. طب اسمح لي انا هطرح سؤال من وجهه نظر الشباب الصغير اللي بيبص على الدوله المصريه الفتره اللي فاتت وتحديدا ما يعرف بالتيار الاسلامي وبدا يبقى عنده حاله حيره. اذا كان هو تيار اسلامي وتحت التيار الاسلامي ده في فصائل مختلفه وافكار مختلفه، انما ازاي تيار اسلامي ومش متفقين على منهج واحد؟ لو بنتكلم على الاسلام فمنهجه واضح وبيروا او شافوا على مدار السنين اللي فاتت انه هذا المنهج اللي بيقولوا ان احنا ناس بتوع ربنا وهنشتغل بما يرضي الله، لقوا كل ما يتعارض مع ذلك من نفاق وكذب وقتل وتهديد والكلام ده كله. فالشباب دول يعني بتشوفوهم ازاي؟ بص حضرتك، احنا لازم نفهم طبيعه التيار الاسلامي. التيار الاسلامي بتكلم بقى، حضرتك بتتكلم على التيار الاسلامي ككل مش على التيار السلفي، تتكلم على التيار الاسلامي. فهم طبيعه التيار الاسلامي، هو اولا المصطلح ده لازم يتقال بنوع من انواع التحفظ شويه، لان انت بتتكلم في مجتمع دين الدوله دين الاسلام، الغالبيه العظمى من الناس مسلمين. فمساله التفرقه دي بدايه وقسم يعني اللي انا اقسم المجتمع الى تيار اسلامي وتيار غير اسلامي، انا يعني برفض هذه التقسيمه بدايه. اكيد الممثلي الناس اللي يمثلوا التيار الاسلامي الناس بقت الناس مختلفه في كثير من القضايا الفكريه. نفس المعيار اللي موجود وبيسبب هذا الخلاف مع تيار اخر موجود اللي احنا هنسميه مثلا تيار المدني، ما هم برضو مسلمين برضو مش ناس ليه بنزع عنهم رداء الإسلام؟ لا المسلمين بيختلفوا أكيد جوه التيار الإسلامي برضو في خلاف فكري موجود. نعم. مش نعم. مسألة وإلا ما الناس يعني الاختلاف والخلاف بين الناس ده حاجة خلاص شيء طبيعي ومشروع. بس الخلاف والاختلاف شيء والنفاق والكذب ده شيء تاني، ده قصة تانية بقى. طيب. يعني وده وارد. صحيح. يعني من يدعي الالتزام بالدين ومن لا يعني ترى فيه ذلك، فده يعني وارد ان يحصل يعني. مرة تانية بنهني حضرتك بمناسبة ثورة 30 يونيو وبمناسبة عيد الأضحى، خلاص على الأبواب، وكل التوفيق كمان لحضراتكم في الحوار الوطني، إن شاء الله يكون مثمر بالقدر اللي كلنا بنأمله بإذن الله. الله يبارك حضرتك. شكرك وشكرا جزيلا. شكرا. شرفتنا ونورتنا. مهندس أشرف ثابت، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب النور سابقا. قبل ما أطلع لفاصل اسمحوا لي إن احنا يمكن في فيديو زعناه من شوية
بس بحكم اللي الواحد بيتابعه على مواقع التواصل الاجتماعي مش بس النهارده حتى من قبل كده. فيديو النجمة أمال ماهر. ليه بزيعه تاني لحضراتكم؟ لأنه الفترة اللي فاتت هناك من حاول أن يدخل على الخط كالمعتاد عشان يبدأ يروج أكاذيب ويدعي أمور وما إلى ذلك. ووقت ما النجمة أمال ماهر حسابها على إنستجرام اشتغل مرة تانية ونزلت صورة، طلع ناس يقولك لا 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 ده مش هي اللي منزل الصورة. طيب لما قصتها بدأوا يطمنوا قالوا لا 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 احنا عايزين نشوفها لايف. طيب طلع دلوقتي الفيديو لأمال ماهر وهي بتكلم حضراتكم عشان بي تقول ان هي بخير وما كانتش بتظهر ليه، عشان حتى تقفل الباب على بعض من حاولوا ترويج عدد من الشائعات خلال الأيام الماضية، وهم فئة عارفينهم أطحنا بيهم وليل ونهار هيفضلوا في كل حاجة يحاولوا زي بالظبط قيسوا بقى إيه على ما قبله. خلي بال حضراتكم الجرعة هتفضل تزيد، أو كان طبيعي إن احنا شايفينها بتزيد وإحنا بنقرب من 30 يونيو، فشوية دبوس بيخدر ومش عارف بيقتل وشوية وعلى شكلة لا أصل ده مش مخدر أصل ده إنسولين. هتقولي يعني دول مش مواطنين عاديين وكلهم إخواني؟ هقول لك لا طبعا، لكن هم عندهم القدرة إن أي حاجة ممكن تكون بتعمل قلق يسخنوها ويكبروها ويضخموها عشان يعملوا حالة فيها قلق في المجتمع. دلوقتي أمال ماهر طلعت، إيه اللي بيحصل على مواقع التواصل الاجتماعي؟ تشكيك وتكذيب خلينا نزيع الفيديو لحضراتكم مرة تانية ونلتقي بعد الفاصل. مساء الخير جمهوري وأهلي، أنا بخير الحمد لله. حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللي فاتت ما كنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا بس الحمد لله تعافيت، وأول ما تعافيت حبيت أن أطمنكم عليا. ألف شكر، أنا حقيقي ممتنة لكم الحب والخوف اللي شفته ولمسته الحمد لله، وده إن دل عن شيء يدل أن ربنا راضي عني لأني شايفة كم الحب الهائل والكبير. أنا بشكركم من كل قلبي جمهوري العربي، وبحب أهني الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو. كل سنة وأنتم طيبين وأنا بخير الحمد لله، وأحب أقول لكل جمهوري انتظروني قريب.